السلام عليكم. فضيلة الشيخ، شاب كان يعني يعمل المعاصي كثير، بعد أن يعني التزم وذهب إلى الدعوة يعني أخذت الشياطين تجاهده. ما أدري يعني الشياطين، وهذا قوله أنه يعني الشيطان تجاهده أن الله ليس حق، وأنه يصلي ويقوم الليل، وأكل بعض الأوقات يأم المساجد، يأم المسجد في الحارة، ولكن يدور دائما أن الله ليس حق، وأن الرسول ليس حق، وأن الصحابة قصص خرافية، ودائما يدور في فكرة هذا الشيء. هل يعني يعاقب على هذا الفكر؟ أو هذا وساوس، بارك الله فيه، وساوس يلقيها الشيطان في قلوب أهل الإيمان. وقد جرى هذا للصحابة رضي الله عنهم، وجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا إن أحدنا يجد في نفسه ما يحب أن يخر من السماء ولا يتكلم به، أو ما يحب أن يكون حمما، يعني فحمة مشوي، ولا يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك صريح الإيمان، يعني هذا الإيمان الخالص، يعني هذا علامة على الإيمان الخالص. لماذا؟ لأن الشيطان إذا رأى من الإنسان إقبالاً على الحق صرفه عنه بكل ما يستطيع، وإذا كان معرضاً فقد كفي المؤونة، ما يأتي إليه يدخل عليه الوساوس هذا. فكيف يتخلص منها؟ يتخلص منها. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ بالله يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي، يعرض عن هذا ولا يفكر فيه إطلاقا ولا يضره.